جالس البحرين انا اقول لك كربلاء الثانيه. إيه يعني انا السنه الماضيه طلعت من هنا اتجهت الى ايران في ايام محرم، لكن ايام محرم البحرين طعم ثاني، لان البحرين تمتاز بكثره المآتم وكثره المجالس. في الغدير بيعه الغدير شلون تكون هناك افراحكم؟ افراح انا دائما الكل يعني افراح، المآتم كلها اللي كانت في حسينيات تصير كلها الى افراح، يعني كله الى احياء افراح. ويعني عندنا شنو يسمون العيد الرابع، العيد الرابع فالحين القرى نفسها قامت تصير شنو انه يصير معايدات فيها، يطلعون فيها الفلوس ويطلعون فيها الاطباق الماكولات الهدايا وكل شيء، يعني كانما عباره عيد الثالث. فالحمد لله نسال الله سبحانه وتعالى انه يتقبل ان شاء الله هذه الاعمال. رسالتك لاخواننا في البحرين وانت جنب امير المؤمنين تزورهم بالنيابه 100%؟ عن المؤمنين قاطبه، عن المؤمنين قاطبه، وعن من لم يذكره ذاكر من الموتى دائما نشركهم في هذه الزياره العظيمه. المبيت عند امير المؤمنين عليه السلام ليله تعادل 80 ليله قدر. هذه النعمه يعني ما تحصلها في كل مكان يعني.